لا يمكن بأن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله إلا بأن يقيم التوحيد له، أن يعبده وحده لا شريك له، أن يقر له بالكمال في أسمائه، في صفاته، في إلهيته، في ربوبيته، وبهذا يتحقق للإنسان حسن الصلة بالله عز وجل، فيفرده بالعبادة، ويفرده بالربوبية، ويفرده بكمال الأسماء والصفات، وبهذا يتحقق حسن الصلة بالله. فالذي يشرك بالله عز وجل، يصرف العبادة لغيره، لم يحقق حسن الصلة به، لأن حسن الصلة به تقتضي ألا تعبد إلا الله، وألا تعبده إلا بما شرع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو معناها، معناها ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما جاء به في كتابه، وما جاء على سنة، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما عداه فإنه خارج عن الهدى.